والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إني أحمدك حمدا أستغرق به حمد جميع الحامدين أزلا وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم. ألم سلم على الجماعات بأعدادها وأنواعها وتنوعات وسلم عليها كحلف ملي من ضم معايا من اللي وعمان وفرح بمجيها وفرح بجابري معاها ضرك بعد هذا الغياب اللي طالع لي في السفر أنقل لي الصح. ونحمد الله ونشكره على سلامتي ورجوعي لله الحمد واجتماعي معاها واجتماعها معاي. طبعا أعلن أنا الهيئة رغم أعلني الاتصال بي ما هو متيسر أولا ألا الخبر علي الناس تسول ليلا نهارا والأخوة والأخوت والله كيف انقال ما خلقته انسان ما عنده مناصر وما عنده معاكس ما يقدر يخلى منها انسان يسوى منه ما خلى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يخلى منها اخر. اربعة تبارك الله انا بعد جاونا ياسر من رسائل الناس اللي ما كنا حاسبين عليه جزاهم الله خيرا. اما الناس كنا حاسبين عليها ما قلنا قاعش لا كل حال حمد الله وشاكره مفرحة اللي يفرح بفرحه مبشر اللي بشارته اني الحمد لله تقول الحمد لله كنت نبدأ منه بفضل الله وبكرمه وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة والد الشيخ رحمه الله شغال اللهم ونجح نجاح الحمد لله حضرة الساعة ما فيش الحمد لله اللي مازال معاي ذاك مرض السن مرضية تبارك الله الحمد لله ما جي تبارك الله فيها غير ذلك الحمد لله نحمد الله نشكر وهذا المبشر فيه قوتي وهذه وجماعات من وجب ولكن الحقيقة أولي أنا منين يبيع فيا نعود عندي موقف استقلالي النفسي لا عدل الله ولا عبد العزيز انا معني واللي يعني ولا عبد العزيز ومالي لعاد بينهم شيء ذاك انا معني واللي يعني هو وحده ذاك انا معني ذاك انا معني معني منه شيء سوى شيء ولا عندي هي. انا مشيت شورى المغرب للداوى جماعه انا ماني ملتجئ ان المغرب يداوني انا ولا ملتجا لحد انه يداوم الدواء بارك كل رقاش عنده وباش قد الدواء بل اللي يبقى يداوى يا غير عام الاول انا مكو عام الاول انا مكو ما هو اجتهادي قالت الدوله الماليه اني انها لا تمشيني في الخارج قلت اني ماني مواسي وقالها واحد من وزرايها مع صاحب المغرب وتميز لأنهم مطبقينه
اني ماني ماشي. اولا اطبائي ما كلفوني بذاك اني نمشي في الخارج العام الاول. ثانيا ممشايا من هون مشالي بالعبد العزيز والي العيون اعلني لانه داير تصرف الدوله الموريتانيه. هذا اللي قال الوالي تصرفات ذاك اللي له يداوي نفسه ثم مرحبا به وسهلا. هذا الرساله ممكن عندي وقال له فيه انا اعرف من هون قايس بموكو بموكو لا بلي لا حد مشى من بلو هذا النور هذا بموكو الى عدت ماني محتاج للخارج والحركه ماني قاعد ماشي والى احتجت له ان شاء الله ندور نقول هلا انت هو صاحب. قلت انا جيت بموكو ولكن هون يا طبايب مني يا تنقيس بلد والله نقيسي ما شاء الله ما تكيد قاعد طب ولا انا حكمت فيه هو تهم ذاك اللي ينفوت. عقب شفه من الرئيس محمد الزيارة عجلانة ويعلمت بها رغم اني ما نصيح قضيت ناس وجمعتهم ومشيتها تتلقال وشور المطار. عندي انا اني عدلت ذاك اللي علي لا سيما عقبالي الرسالة اللي مشي لي بها يا غير ما جاني مرسول من عنده. قلت له مستعجل؟ لا سامحني. قالت انت سؤال يا نجمة. قال هذا مدي ما راح نقطع عنه. قال بيان بس ما عاد عندي زين. قال هذا مدي ما قال انا لك دراعتي ما عاد فيه. بس قال غداك. منين جات كبني؟ ايه عندي اني عدت ذاك العلية مشيت لكم عدت ذاك العلية. عجب رجع مرة أخرى للمرأة زيارة قدام وقفة كبير من الميدان وعدت الوقت لكن اللي قال اني يعطي عدل وش هو؟ يقول بس زمن من وحدين يقال هو ما مشهد لا جاني مجد ثاني هاي ما تمنى قال مشي هذا لقاش انه لاعب كلاش كلاش وانا من اللي استقبلت تزوجي عقب ما صار هو مسؤول انا قلت مسار الجهه وسلموني انا سلموني انا شو خلصت قاعد بعد محمد انت بس بعد مشيت بلاني ان قاعد زميله على انهم عندهم شوف عليا اني استعذرت انهم يمشوا يداووني ولا اقبل. قلت ان هذا ما حتى اللي خلف ولي انا قلت لين العود الخارج ما هو خارج انا ماني ماشي لا داعي للدول الخارج ما لين العود الخارج خارج انتم هم ولو قلت عليها ليش؟ ما قلت لها رجعت لهم وعقب صارت لي قلت الصحة التالية مشيت قاع مشى خاطر وعقلان ما بعرف هي علمهم مشيت لي وبديت مشي باب مسؤول مشيت ما قلت مسؤول مشي ما شفت فيها علمك على لين قلت خلاص ما شفت فيها سلمان حرب أهلية في فرنسا اللي هي دولة مالي وتونس والمغرب اختلف ثلاث دول العرب وبين المغرب وتونس اختلف المغرب شو يعني ملك المغرب ولا ديان والحال الله مغلي الدين هذا هو.
اتحدث مع احد ولا اتكلمت مع احد. والمغرب احنا انا ما بعرف ماذا يكون من هذا الشارع. لا اظن حد من الميدان بين الشيوخ وبين النواب وبين من الاخبار. يا غير لا معلن فن فن حسابات اني انا مثلا ما عشيت شهر ميزاني نتاوي وخذت انقسم المغرب لا من نزل ما ذاك موقعت ما ذاك موقعت ما ذاك موقعت ولذاني مالي مثل الساعة مالي مثلا الموريتاني مثلا مسؤولين عني والله اللي اسمه الرسالة يا غير عقبك مثلا مسؤولين عني انا هو الطالب منهم يناصروا معاي ولا عبد العزيز هذا قالها قبيل ولا ما مسوق لي ولا كاذب وهي اول اندوره لقاش يعود معايا سابقا ما قدرت لقاش يعود معايا نوقف موقف اللي يبقى يعود معايا يمشي معايا اللي ما يبقى ما قد حرشت لقاش اول ما سهر ترى شوف عبد العزيز يلين مشالي وجاني وكلفني بالسعد وضغط العهد على ذلك هو الحطاب هذا مشيت شيت رياس من الناس قلتوا بعض القبيل اللي قال فانت قلت هون في هذا البلد زمن الشيخ على اني لكن اللي خلق في الشيخ ذيك الساعة من قاطعة تعرفهم ما نطول به دارك قلت اني الهي انسحب عن السياسة يعني تدخلي في السياسة ما ندور بها شيء نفس ما ندور فيها منصب لا ندور فيها راتب لا ندور فيها سبة ألا ذاك الإنسان اللي مؤهل للسياسة والله فيده السياسة ويدور يثبتها فيده من موريتاني كان رئيس موريتاني إلين يدور عندي ندعمه هذا هو مواقفها وسيتها ذوك السابقين وسيت لها السيد الملي بعد من اندارها منه قال في الأخير شفت أعلن أنا داخل مصلحة إنسان وهي تعقم ما توافق والله هرش ما توافق وتنعكس عليانا قلت إني هوني لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا لا هنا اعتزل السياسة ما عندي فيها غاية ولا اللي مقدمها لهم كيف اللي عادت ما هي جايتهم قالت المقاطعة كاملة هو هذا الرجل اللي هو حطها فيها انهم منين اعتزلانا السياسة اعتزلوهم مكاني ولا قال هو وحده قالت جماعة كامل الحلف كامل قالها قلت لهم ان ما هو واحد انا ما عندي فيها غاية ما عندي فيها غاية وهما عندهم فيها غاية ما يسبوا قاعانها وخلوني وخلاص قالوا لي إذا قلنا لك الله هو الواقعي الله من تعتزلها نعتزلها كامل هو ذاك ما هو مصلحة المجتمع قلت لهم أيوة هو ذاك اللي تختارون ثم أنا معكم
رجعت لها يا غالي رجعت لها. نعرف انها ما تلا صالحة. انا ندور بها الا للناس اللي معاي تعود حارش وتعود مديولش الى حصلته. انا ما ندورها شي ما حصلته تجبروا يا غالي. هذه لا حصلت شي تجبروا. وعقب ذاك الا تم يظهر لي ويظهر لهم الى زرقنا التالي. انا زرقنا التالي احنا اللي حصلنا عليه حاصلين كان يا غير ما اقبل ولا ارفض. عاد لا يعود عارقع بيننا احنا والنظام. انا مالي من اهل المعارضه وهذا ما هو ذم المعارضه. ما انا يا غير هي الصالح له يا غير. انا شخصيا المعارضه ما هي صالحه ولا هي لي. النظام منين يعود الصيف نقد ننضم عليه نواسي. من يعود ما هو الصيف نقد ننضم عليه نبقى الراس. انا ما نفع نعود في المعارضه والله في النظام نقد نعود مستقل في نفسي. ذاك اللي عدت مستقل فيه ماني ما ما معارضه ما هي لا تجبر مني يكون الخير. النظام اللي يقبل ما هو لا يجبر من الخير. اذا الاعضاء هو عملي شوسي ما هو صاير علي ما هو لا يجبر مني يكون شيء. هذا الاستطاعه. يدي مناسب وين دار. انا غني عنه وقنعة عنه ما عندي حاجه. ندور منه ولا لا في الجماعه اللي معاي. بحس ان ما يحصل لي والله ما قدرت نحصلها نسترح. اللي ندور منه ما يحصل علي. وانا ماني داير غرق. انا مرحب بالحلم وعلم حتى نراه وتنك عدم السجاد. انا براسي ما كان عندي هالشيء. يغرب على الهمم ان الله يتشوى العلم. ما تشوى. ما اعرف عني علموني اعطوني خالد موقف ودعم لكم. لا ما تلوموني وخلي موقف قدامكم وامامكم. ما ترى عندي مشي ويسرني ويسركم مشي احنا بدون يفهمون. انا بعدين ترى لا تحضر علي يا غير موقفي معاكم ودعمتكم. هذا انا دعمتكم بشخصيتي ذاك اللي عندي فيها ودعمكم ذاك اللي في استطاعتي. هذا انقطعهم وموقع قدامك ويتكلم الغاز لا يسر الصراع بيني انا والناس. انا لا اسمع ولا عندي مجلس.